امبارح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تابع تطورات أعمال الاستزراع السمكي في شركة قناة السويس، ولحد دلوقتي بلغ عدد أحواض الاستزراع السمكي في قناة السويس حوالي 187 حوض. المفروض أن الشهر اللي جاي كمان هيتم إضافة 107 حوض للاستزراع السمكي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن القصة دي، يعني علاقة الاستزراع السمكي بقناة السويس، هنعمل إيه، هننتج إيه؟ ومعانا على الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. سيادة الفريق، يعني نسمع عن المزارع السمكية في الدلتا، بنسمع عن المزارع السمكية في الحتة دي، لكن قناة السويس ربما الموضوع جديد، هتعملوا إيه؟ هنوفر فرص عمل عاملة إزاي؟ هننتج قد إيه؟ بلغة الأرقام كده كلمني عن المشروع يا فندم بعد إذنك. تمام يا فندم، طبعا إحنا مخطط الاستزراع بتاعنا إن إحنا السمك الدنيس والقاروص والبولتي والجمبري طبعا واللوط، احنا في 187 حوض استزرعناهم، وبنستزرع دلوقتي 107 حوض باجمالي 294 حوض. اعمال التطوير بتتجاوز 25% دلوقتي، تضمن رفع كفاءه 392 حوض، وبدانا استزراع من لما كنت انا موجود يعني امبارح او امبارح 11 مليون زريعة جمبري، وحطينا منها 7 مليون في 49 حوض، وجاري ال 4 مليون التانيين بعديها ب 15 يوم. برضه استزرعنا 1.5 مليون في زريعه الدنيس باجمالي 2.5 مليون سمكه. المستهدف بتاعنا بقى ان احنا ننتج 350 طن من الدنيس والعروس البوري واللوط والجمبري من سبتمبر السنه دي، يعني نطلع بقى الانتاج ده سبتمبر 22 لغايه فبراير 23 نطلع 350 طن. وبعدين في 1500 طن ثانيين من نفس انواع السمك دي في الفتره من يوليو 22 السنه دي لحتى فبراير 24 ان شاء الله، يعني احنا بنتكلم 1850 تقريبا طن سمك خلال هذه السنه بالسنه الجايه ان شاء الله. طيب الانتاج ده بقى درجته ايه؟ درجه اولى هتكون درجه متميزه، هتكون للانتاج المحلي، هتكون للتصدير، المفروض ان احنا متوقعين انه يوجه لايه؟ هو ان شاء الله السمك ده كله متوجه للانتاج المحلي، وعشان زي ما امر سياده الرئيس ان احنا نقلل الفجوه الغذائيه ونحافظ على الاسعار بتاعه الاسماك ما ترتفعش. يعني النوع بتاعه لا نوع متميز طبعا، لان احنا ده انتاج القناه في قناه السويس، يعني الميه اللي جايه من قناه السويس بتتجدد باستمرار من قناه السويس، وبالتالي هي ميه مالحه، يعني مش احواض ميه حلوه مقفوله، لا بالعكس دي متجدده، وبالتالي انواع السمك فيها بتبقى انواع ذات قيمه غذائيه عاليه جدا، افضل علاوه على النقاوه بتاعتها. طيب على الخريطه كده يا فندم، احنا فين المشروع ده؟ يعني بطول قناه السويس، يعني شرق القناه ولا غربه، في اي مدينه، ولا هو ممتد على طول؟ هو في شارع التفريعه بصراحه، شارع التفريعه على مساحه 3137 فدان، هي مساحه اكبر من كده لكن دول اللي احنا بنستزرع فيهم، وبعد كده هنستزرع المساحه كلها حوالي 7000 فدان، لكن احنا شغالين فيه دلوقتي مساحه 3137، وهنستكمل بعد كده استزراع الباقي بعد ما نخلص الجزء ده. دايما نقول ان قناه السويس هي الاستغلال الامثل للموارد، وهي دايما مفرخه للافكار في مجال الاستثمار، نقدر نقول انه كيف سيتم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي في الفتره اللي جايه؟ شوفي حضرتك، احنا مستهدفين ان شاء الله ان احنا اولا هنعمل اكتفاء ذاتي لقناه السويس، مدن قناه السويس، السويس وبورسعيد والاسماعيليه، وبعد كده هنعمل عمليه الطرح في سواء في القاهره او في اسكندريه، لكن احنا بنستهدف دلوقتي الثلاث مدن الاول، وبعد كده هننطلق. يعني ده بالنسبه للي هو المشروع ده. في مشروع ثاني استزراع سمكي برضه بنظام اسمه الراس للدوائر المغلقه بالتعاون مع النرويج، وده بينتج سمك العروس بالذات يعني، وده هيبقى مستهدف للتصدير ان شاء الله لاوروبا. حضرتك قلت ان المياه متجدده وان ده افضل بكتير، الجمله دي لسه سامعها، ممكن نوضح الجملة دي تحديدا يا فندم؟ وفرقها ايه يعني المزارع التانية اللي هي بتبقى مغلقة او ما فيهاش تجدد للمية، فرقها ايه عن مزارع حضرتك؟ طبعا الاحواض اللي هي بتبقى يعني نقول شبه مفتوحة او في مية متجددة على طول جاية من القناة في صرف واستقبال مية، صحيح، ده بيخلي دايما الاسماك نقول عليها فريش بقى، يعني دايما طبعا غزيره الانتاج، ما تبقاش المايه راكده، يعني بتبقى المايه متر، المايه راكده وتبقى الاسماك نفسها كمان تبقى سليمه، يعني النوعيه بتاعتها كمان غذاء بتاعها جيد، غذاء كويس في بيئه صالحه لانتاج السمك،
بيزيد وزنها بسرعه، وبيكون طعمها كمان مختلف شويه عن الطعم الاسماك اللي هي الاحواض المغلقه. صحيح. اللي هي اللي بتبقى فيها الميه بالذات الميه الحلوه يعني غير الميه المالحه المتجدده دايما. بالتاكيد. اكيد. سياده الفريق، واحد من المميزات اللي دايما معروفه عن قناه السويس الارقام، ان احنا بنقول دايما بنقول الارقام اللي بتحققها قناه السويس، ونقدر دايما نحدد حجم التطور اللي بيبقى موجود او مردوده على الاقتصاد المصري. نقدر نقول ان الفتره اللي جايه من المتوقع زياده الاستثمار في قناه السويس بحيث ان احنا نزود الدخل ازاي؟ طبعا احنا شغالين حقيقه في كذا مشروع يمكن لسه ما ظهروش للضوء. عندنا اكتر من مشروع، سواء كان مشروعات جمع المخلفات من السفن قبل ما تعبر قناه السويس عشان البيئه بقى، وعشان القناه الخضراء، وعشان المؤتمر البيئه ان شاء الله كوب 27. ايوه كنت طبعا برضه احنا من ضمن مشاريع زي ما قلت مشروع مع النرويج بتاع الصراع السمكي ده اللي هو الاحواض المغلقه. بنفكر برضه في لسه في تطوير الترسانات والشركات شغالين فيها برضه مع شركات اجنبيه برضه، مش هنعلن دلوقتي لكن احنا يعني في خطوات هتبقى سريعه بعد كده ان شاء الله وهنعلن على الموضوع ده. لكن لا شغالين زي ما حضرتك بتقولي طبعا اكتر من مشروع استثماري اخر غير ما نعتمد على المجرى الملاحي بس بالنسبه لعبور السفن. ما هو ده بقى التصنيع السمك يا فندم، بنعمل فيه ايه يعني؟ هل عندنا بقى يعني تجربة المغرب مثلا تجربة رائدة في تمليح في تغليف في البتاع، هل بقى في أماكن أو في مصانع هتنشأ على يعني؟ تمام يا فندم، احنا دلوقتي اللي احنا بنعمله دلوقتي بس ان احنا بنورد السمك كده، لكن في دلوقتي زي مصنع كبير بيتعمل في مزارع دي هيبقى في البروسيسنج بتاع الأسماك والتجميد والتبريد، بحيث نقدر بعد كده نقدر ما نخرجها بقى خارج مدن القناه تقدر تعيش بالظبط ما تتغيرش يعني، يبقى جاهزه ان هي مغلفه معبأة وكمان متنظفه وتقدر تنتقل للمدن الاخرى يعني. مزيد من التصنيع مزيد ده خلال 6 شهور ان شاء الله ده يكون هيخلص المكان الفرز والتعبئه والتغليف والبروسيسنج للاسماك يعني. أكيد مزيد من فرص العلمة اللي أكيد هيتم توفيرها. كل الشكر لحضرتك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.